هذا وتنطلق اليوم في مكه المكرمه اعمال قمتين الطارئتين العربيه والخليجيه اللتين دعت لهما المملكه العربيه السعوديه فيما تعقد غدا اعمال قمه منظمه التعاون الاسلامي تحت عنوان قمه مكه يدا بيد نحو المستقبل وتبحث قمم مكه التهديدات الايرانيه والتوترات الامنيه في الخليج بعد الهجمات على اربع, أربع سفن وناقلات نفط في المياه الاماراتيه والهجمات التي تعرضت لها السعودية من قبل الميليشيا الحوثية، كما تركز القمم على عملية السلام والقضايا والأزمات العربية